بفعله شراء ذمة الموظف، بل الهدف هو درء العمل الظالم الذي سيحيق به. وذهب رأي آخر إلى أنه مجرم لأنه يؤدي إلى إغراء الموظف بالانحراف عن السلوك القويم، ويزد الاتجاه الأخير ما ذهب إليه المشرع الموريتاني في المادة 174 في قوله: ولا ترد أبدا إلى الراشد الأشياء التي سلمها ولا قيمتها، بل تصادر لصالح الخزينة. ثالثا: مخاطر الرشوة وعلاجها. الرشوة كمعضلة حقوقية عصفت وتعصف بثقة أفراد المجتمع في النفاذ إلى حقوقهم، لا يمكن أن تعالج بقانون العقوبات فقط، إذ العقوبة أحيانا غير كافية للردع. ثم إنها أي الجريمة قد لا تتحقق لها أسباب الإثبات بالنظر إلى حالة التوافق بين فاعلي الجريمة الراشي والمرتشي والرائش، فهذا التوافق يجعل من هذه الجريمة أشبه ما تكون بجبل الثلج، ما يظهر منه ليس شيئا مما هو خفي. وعلى ذلك فإن مقاطر هذه الجريمة على الدولة والمجتمع لا بد أن تعالج في نظرنا وفق استراتيجية شاملة تعتمد في المقام الأول على ما يلي: أولا، تحسين ظروف المعيشية للمواطنين عموما ورفع مستوى رواتب العاملين في الدولة، بحيث يمكن بعدها أن يطلب منهم التعفف والابتعاد عن المتاجرة بالوظيفة. تجار الموظف بوظيفته الرشوة يدفع إليه في المقام الأول عدم كفاية الراتب لسد حاجاته، فهل ما يتقاضاه سرطي المرور من راتب يغنيه عما في أيدي الناس؟ ثانيا، دعم استقلال القضاء وجعله على مسافة مقاربة بين المتقاضين دولة وأفرادا، والعمل على إعطائه المكان اللائق به كسلطة نظيريها في الدولة، السلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتبار أن هذه السلطة هي ما يعطي الحق ويحكم به، واستقلالها كسلطة لا يكون إلا بما تحقق به الاستقلال للسلطتين الأخرين، ولن يكون ذلك إلا إذا كانت السلطة القضائية وحدها هي من يتولى ما يلي: أولا، محاسبة ومراقبة وترقية وتحويل القضاة ثانيا، تحديد راتب القاضي وما يحتاجه في عمله في ضوء الميزانية المخصصة لهذه السلطة من الميزانية العامة للدولة، لأنه أي القاضي يجب أن يكون مستقلا عن الجميع، وهو ملزم بواجب التحفظ، وليس له أن يظهر في الأسواق ولا أن يقوم بأي عمل عدا الفصل بين الفصول. إن القاضي بهذا المعنى يسير عمله القضائي، فلم لا يسمح للسلطة القضائية بما سمح به للسلطة التشريعية عن حق أن تحدد بنفسها مخصصاتها؟ إن عمل القاضي لا يقل أهمية عن عمل البرلماني، بل إن عمل السلطة التشريعية لا يكون ذا معنى إلا من خلال القضاء وتطبيقاته، والقضاء السليم يفترض استقرار القاضي حتى أمره في الحق. ونحن نعتقد أن القاضي يجب أن لا يقارن بموظف الدولة، فالقضاء عمله أسمى وأخطر من عمل موظف كان. فالقاضي فيما يقوم به نائب عنكم سيد رئيس الجمهورية، واستقلاله من استقلالكم. قال صاحب التحفة: منفذ بشرع الأحكام له نيابة عن الإمام. ثم إن هذا الاستقلال بالإضافة إلى أنه هو المدخل للقضاء على غشوة واستقلال النفوذ، فإنه بالإضافة إلى ذلك هو المدخل الجدي لجلب الاستثمارات الخارجية. فالأمن القضائي إن صح هذا التعبير أهم كثيرا من الأمن الغذائي على أهمية هذا الأخير، ولا يكفي لجلب الاستثمار وجود قانون لاستثمار يشجع المستثمرين ويعفيهم من الضرائب، بل الأهم من ذلك أن يوجد في الدولة قضاء مستقل يحمي صاحب الحق بكل حياد وتجرد
ويطبق في حقه القانون ولا شيء غير القانون. ولنا في قضائنا الإسلامي وقضاء بلدنا قبل الاستعمار الأسوة الحسنة، فقد كان القاضي تحت الخيمة وتحت الشجرة يحكم وينفذ حكمه وقوعا دون ما حاجة إلى منفذ وإلى مد يد مساعدة من طرف النيابة. وكان القاضي قدوة الأمة يشار إليه بالبنان، فهل لا أعدتم الاعتبار سيد رئيس الجمهورية إلى القضاء؟ لقد كان القضاء عندنا سلطة بلا وزارة، وكان سلطة بلا راتب، وكان مهابا، وهو المرجع الأوحد في إحقاق الحق، وكان لسان الحال لذلك يقول: من قتلته الشريعة أي القضاء فلا أحياه الله. ولأن الظروف تغيرت، ولأن الحاجة على إقامة مثل ذلك القضاء جد ماسة، لذلك فإن الهيئة الوطنية للمحامين تلتمس منكم إعادة بناء هذه السلطة ورصد الإمكانيات الضرورية. لذلك فبناء قضاء مستقل هو أساس بناء الأمة والدولة، وهو سياجها في ذات الوقت. وفي هذا المقام يحضر لي جواب أحد القضاة البريطانيين لإبان الحرب العالمية الثانية، حينما أصدر أمرا بإغلاق مطار بالقرب من منزل شكا صاحبه أزيز الطائرات حين استخدم هذا المطار كمطار عسكري زمن الحرب، فأمر القاضي بإغلاقه حماية لحق المواطن الشاكي. فتوسل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك تشرشل إلى القاضي أن يرجع عن أمره، فرفض ذلك قائلا: إن بريطانيا قد تخسر حربا لكنها لا يمكن أن تخسر قضاءها. السيد الرئيس، إن الهيئة الوطنية للمحامين يسلفها أن تستغل هذه الفرصة الثمينة لتتقدم ببعض المطالب ذات الطابع المهني، إضافة إلى الإعراب عن رأيها في بعض القضايا الحقوقية التي تشغل رأي العام الوطني. أولا المطالب المهنية، نطالب بتذليل الصعوبات الإدارية والمالية التي تعرقل تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة والحائزة على قوة الشيء المقضي به، والموجودة حاليا عند وزارة المالية تنتظر التنفيذ دون فائدة. ثانيا العمل على تعديل قانون المحاماة بما يضمن تدخل المحامي في جزء من أعمال التوثيق في سبيل تعزيز الأمان القانوني للمعاملات من جهة، وتحسين المستوى المادي للمحامين من جهة أخرى. ثانيا المطالب المهنية لبعض أعوان القضاء، إن الهيئة الوطنية المحامين تطالب بتحسين ظروف وأوضاع كتاب الضبط بوصفهم مكونا رئيسيا من مكونات الجهاز القضائي، وتدعم تطلعهم المشروع إلى إصدار وتوقيع النظام الأساسي لكتاب الضبط، تقنين وتقسيم تعرفة المصاريف القضائية، فتح المجال أمام كتاب الضبط للولوج سلك القضاء عن طريق تخفيض عدد سنوات الخدمة المطلوبة وزيادة نسبة المشاركة المخصصة لهم لمسابقة الالتحاق بالقضاء، منح كتاب الضبط علاوة التحرير والطباعة للأحكام على غرار ما هو معمول به لزملائهم في السنغال والمغرب. ثالثا رأي الهيئة في بعض القضايا الحقوقية التي تشغل رأي العام الوطني، تطالب الهيئة الوطنية المحامين باتخاذ الإجراءات الإدارية والدبلوماسية التي تضمن عودة مواطنين موريتانيين ما زالا يقبعان في سجن غوانتانامو، وهما محمد بورسلاحي وأحمد العبد العزيز.